بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكل التلميذات والتلاميذ، خصوصا تلاميذ السنة الثانية ثانوي إعدادي. اليوم سنلتقي معكم في درس جديد يتعلق بمكون التعبير والإنشاء، حصة الإنتاج في موضوع المحاكاة، محاكاة مواقف اجتماعية لحل مشكلات سكانية. طبعا من تقديم أستاذ أحمد سمان، لكن قبل أن نقرأ عليكم نص الموضوع لابد من تذكيركم موضوع هذه المهارة، تذكيركم بتعريف هذه المهارة. فالمحاكاة هي تقمص أدوار الشخصيات والتعبير عن وجهات نظرها والتحدث بلسانها، ويتم ذلك عبر أولا تفهم مواقف الشخصيات المراد التحدث بلسانها على اختلافها، ثانيا انتقاء الأدلة وتنويعها لتعبر عن كل موقف بشكل واضح، ثالثا عرض الأدلة بطريقة جيدة مع الرد على الأدلة المعارضة استهدافا للإقناع، رابعا وفي انتظار التقيد بهذه العناصر يجب العناية بسلامة اللغة والاهتمام بوضوح التعبير. بمعنى آخر أن المحاكاة هي تقمص أدوار الشخصيات والحديث بلسانها والتعبير عن مواقفها ووجهات نظرها، وهذه المحاكاة يعني محاكاة المواقف تتطلب مجموعة والتزام أو التقيد بمجموعة من العناصر هي التي ذكرتها. أولا تفهم، يجب تفهم مواقف الشخصيات على اختلافها التي يراد الحديث أو التحدث بلسانها على اختلافها، ثانيا انتقاء الأدلة وتنويعها لتعبر عن كل موقف بشكل واضح، يعني البحث عن الأدلة من أجل الإقناع، عرض هذه الأدلة بطريقة جيدة مع الرد على الأدلة المعارضة وذلك بهدف إقناع الطرف الآخر. في انتظار كما قلنا التقيد بهذه العناصر يجب العناية بسلامة اللغة والاهتمام بوضوح التعبير. إذا ننتقل بكم من جديد إلى قراءة نص الموضوع الذي يعتبر موضوع الساعة، تعلق الأمر بانتشار وباء كورونا. في حوار دار بين 3 أشخاص حول السبل الكفيلة للحد من انتشار وباء كورونا ببلادنا، اختلفت الآراء بين الرأي الأول الذي يرى أن الحد من انتشار أن الحد من انتشار هذا الوباء يتطلب من الجميع الالتزام بوسائل النظافة وارتداء الأقنعة الواقية وممارسة الحياة عادية، والموقف الثاني الذي يقول أن الحد من انتشار هذا الوباء يتطلب التزام الحجر الصحي وعدم الخروج من البيوت إلا للضرورة، بينما الرأي الثالث يرى أن الالتزام بوسائل النظافة واستعمال الأقنعة الواقية والالتزام بالحجر الصحي داخل البيوت إلا عند الضرورة هي السبيل الوحيد للحد من انتشار هذه الجائحة ببلادنا. السؤال أو المطلوب: اكتب موضوعا تعرض فيه رأي كل شخصية لتخلص في النهاية إلى أن تلك الأسباب مجتمعة هي السبيل الوحيد لمحاصرة
وباء كورونا المستجد ببلادنا. إذا السؤال المطلوب هو أن التلميذ أو كل تلميذ يكتب موضوعا ويتقمص دور شخصية من هذه الشخصيات الثلاثة، قد يسميها بأسماء. قلت قد يسمي هذه الأشخاص بأسمائها، ثم يتحدث عن رأي كل شخصية. قلنا قد يسميها بأسمائها ويعبر عن رأي كل شخصية، يعني ويتقمص يعني ويتحدث عن موقفها من هذه الأسباب مجتمعة، ليخلص في النهاية إلى أن الأسباب الثلاثة أو الأسباب يعني التي ذكرها الأشخاص الثلاثة كاملة هي السبيل الوحيد للخروج أو للحد من هذه الجائحة. وللتواصل معكم وقراءة المواضيع يرجى أن تتصلوا إذا أردتم أو أن تراسلوا أو أن ترسلوا مواضيعكم على هذا الرقم عبر تقنية الواتساب 06 13 43 95 51. طبعا أذكركم بأن المقصود الأقسام المقصودة والمعنية بهذه الحصة هو الثانية ثانوي إعدادي، الأقسام التي أدرسها، ولما لا الأقسام الأخرى، يعني من أراد منكم أن يكتب في هذا الموضوع فليتفضل. إذن الثانية واحد والثانية جوج والثانية دولي وباقي الثانيات إذا أرادوا ذلك. شكرا على الاهتمام.